reproductive life او ال end of the reproductive life اللي هم puberty and menopause. puberty and menopause. puberty طبعا دي اللي هي start of the reproductive life, او لو هنقول لها definition ان هي change from non reproductive to reproductive life, لان هو ده الهدف بتاع اسم النساء والتوليد اللي هو reproduction او fertility او كده, فهو ده اللي احنا بنفوكس عليه. بس فبيوبرتي ان هي اتحولت البنوتة دي من ان هي مش ممكن ان هي تبقى اوبيلاتري او يبقى عندها فرتيليتي او كده, لوحدة بقت لا دي ممكن ان هي عندها الفيزيولوجي ماتش سايكل اللي احنا اتكلمنا عنه ده, بقى الاكسس شغال وموجود وبالتالي تقدر ان هي يحصل لها اوبيليشن وي تو جيت بريجننت. ده بالنسبه يعني ايه بيوبرتي. وطبعا يعني ايه منوبوز العكس بقى, ان هي كانت عندها ريبرودكتيف لايف والاكسس بتاعها شغال ونورمال وكل حاجه وبيحصل لها اوبيليشن وشي كان جيت بريجننت, ليه لا الاكسس ده ما بقاش شغال وما بقاش فيه اوبيليشن وشي كانت جيت بريجننت. فده يعني ايه الديفينيشن اوف بيوبرتي والديفينيشن بتاع المنوبوز. طب ايه الايدج اوف بيوبرتي؟ حد يعرف الايدج اوف بيوبرتي ان ايجيبت تقريبا؟ يعني 11 12 13 يعني هو ده الافريج ايج اوف بيوبرتي. طب الافريج ايج اوف منوبوز 50. ما فيش 45 ده كان زمان قوي. لا 45 كل ما ده مع الايج اوف منوبوز بيتقدم. ليه الايج اوف منوبوز بقى بيزيد؟ يعني بعد ما كان زمان قوي ممكن يبقى 40 بعد 45 بعد 50 52 في دول تانية في اوروبا وامريكا وكده ممكن تلاقوه ان هو 55. طب ليه يعني لان هو الديفينيشن او ايه السبب بتاع المنوبوز ديبليشن اوف ذا اوسايت. ما هو ريزيرف, ما احنا عارفين ان هو ريزيرف, فهذا ريزيرف بيحصل له ديبليشن ات تايم. لو امتى؟ لو كل شهر تطلع فوليكل قصادها مش عارف ايه فوليكل كل شهر. اليوز اوف كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز ده بيمنع الاوفيليشن مش كده ولا ايه؟ يعني هي اللي بتاخد بيلز دي الاكسس بتاعها بيقف فبتمنع الاوفيليشن. ايوه مفيش اوفيليشن مفيش فوليكل ستارت, فبالتالي بيخلي الاوفيريا ريزيرف يبقى كات فور شويه لونجر تايم. عشان كده الايج اوف منوبوز زاد, بلس طبعا عشان الناس بقت بتعيش سنين اكتر, كانوا ممكن ان هم بيموتوا قبل ما يوصلوا 50 سنه او كده عشان الفاسيلتيز والميديكال فاسيلتيز وكده. فده بالنسبه للديفينيشن وبالنسبه للايج اوف منوبوز. طب امال ايه الايتيولوجي؟ احنا قلنا الايتيولوجي بتاع المنوبوز ديكليشن اوف اوفيريان فانكشن. طب ايه الايتيولوجي بتاع البيبرتي؟ ليه حصل لها دلوقتي البيبرتي؟ طب ما هي كانت موجوده وكل الاورجنز مفيش اورجن زاد مش حق. ايه اللي حصل ان هي بقى دخلت في بيوبرتي؟ جينر اتش بقى فرستايل. احنا فاكرين احنا قلنا في الفيزيولوجي ماشي في سايكل ان هو فرستيليتي اوف ذا جينر اتش. فجينر اتش فعلا بقى فرستايل, فماتوريشن اوف ذا هايبوثالامس اللي خلى يبقى فيه فرستايل جينر اتش. فالفرستيليتي دي هي اللي عملت لنا سايكل وتعمل لنا اف اتش والال اتش والحاجات دي. لكن طول ما هو مينتيند ليفل ده ما بيخليش يحصل اوفيليشن. لكن وانس ان هو بقى فرستايل هو ده اللي خلى ان هو يحصل اوفيليشن. يبقى احنا النهارده بنتكلم على بيوبرتي ومينوبوز. قلنا الايج بتاع بيوبرتي اراوند من 11 ل 12 سنه في ايجيبت, والايج بتاع المينوبوز برده من ايجيبت 51 52 سنه. والديفينيشن بتاعتنا بيوبرتي تشينج فروم النون ريبرودكتيف تو ريبرودكتيف لايف, والعكس للمينوبوز اللي هو تشينج فروم الريبرودكتيف تو نون ريبرودكتيف لايف. الايتيولوجي بتاعنا بتاع بيوبرتي ماتوريشن اوف الهايبوثالامس والفرستيليتي بتاعة الجي ان ار اتش, والايد والفوز بتاع المينوبوز هو ديبليشن اوف ذا اوسايتس. طب حد يعرف ايه اللي بيحصل في البيوبرتي؟ يعني انت تقول البنوته دي حصل لها بيوبرتال تشينجز. ايه هما البيوبرتال تشينجز اللي احنا بنتكلم عليها؟ السكندري سيكشوال كاركترز. ايه هما السكندري سيكشوال كاركترز؟ منسز, او بنقول عليها منار كويس, منسز ستارت اوف منستريشن او المنار, منسز او ستارت اوف منستريشن منار. ايه كمان؟ breast development. بالظبط breast development ده من secondary sexual characters اللي هو breast development. ايه كمان؟ pubic واكزيلاري هير. فعلا هم دول pubic واكزيلاري هير. وكمان لو تاخدوا بالكم بتلاقوا البنت مره واحده بتاعت تطول مره واحده البراست بيرث, فبيقولوا عليها ايه ده دي بقت يعني كبرت او تولد او كده. فهم دول فعلا بالسيكونس ده والسيكونس مهم يا دكاتره. بالسيكونس ده اللي هو بيحصلها براست بيرث الاول, تلاقي ان هي في الكلاس كده بقت طويله يعني تولد مره واحده, ابتدى يبقى عندها بريست بادينج تلارك يعني بريست ديفلوبمنت. فيبقى في بريست بادينج يعني الاول البروست بيرث, بعديه البريست بادينج او التلارك, بعديه البيوبارك اللي هو بيوبيك هير ديفلوبمنت, بعديه بتحصل المينارك او الستارت اوف ذا منستريشن, واخر حاجه الاكزيلاري هير ديفلوبمنت. فده السيكونس اوف بيوبرتي. طب ايه اهميه ان انا قلت السيكونس ده مهم؟
مع مامتها كويس، وبتقول لك انا بنتي لسه ما جاتلهاش الدوره. فانت اول حاجه هتعملها لها ايه؟ examination of the secondary sexual characters، تشوف شكل يعني ايه اخبار secondary sexual characters. هي البنوته دي عندها 12 سنه، ولقيت ان هو او 12 13 14 سنه، لقيت ان هي عندها breast development وعندها pubic hair development وهي عندها 13 سنه. هتقول لمامتها ايه؟ استنى شويه، ما هي السيكونس طبيعي، ما هي عندها تلات اهو وعندها تيوبات اهو ولسه المنسز ما جاتش وهي عندها 13 سنه، يعني لسه ما وصلناش ل 16 سنه ولا حاجه، فبالتالي دي مش تايمري امنوريا ولا اي حاجه، تستنى هتجيلها ما احنا ماشيين طبيعي. طب افرض واحده ثانيه جات لك ببنتها عندها برده 13 سنه وعملت لها انت اكزامينشن، لقيت ان هي بتقول لك المنسز برده ما جاتش، عملت اكزامينشن لقيت عندها بريست ديفلوبمنت، عندها بيوبيك هير ديفلوبمنت وعندها اكسيلري هير ديفلوبمنت، لكن المنسز لسه ما جاتش. هتقول لها ايه؟ استنى تاني هعيد السؤال عشان الناس اللي لسه نايمه. تاني احنا جات لك واحده ومع مامتها والبنت عندها 13 سنه، تقول لك انا بنتي عندها 13 سنه وباقي زمايلها في الفصل جات لهم الدوره بس هي ما جاتلهاش. طيب تروحي انت تعمل اكزامينشن للبنوته اللي عندها 13 سنه دي، تلاقي فعلا عندها بريست ديفلوبمنت حلو، عندها بيوبيك هير ديفلوبمنت كويس، عندها برده اكسيلري هير ديفلوبمنت كويس، لكن هي بتقول لك ان المنسز لسه ما نزلتش. هتقول لها ايه؟ تستنى لحد 16 سنه. مين مع انها تستنى لحد 16 سنه؟ لا. طيب مين بيقول لا؟ لا. طب اللي قال لا ليه؟ احنا بنقول سيكونس ومهم، يبقى كده ملوش اي لازمه السيكونس. ما احنا قلنا اهو السيكونس ولازم يمشي بهذا الترتيب. ايوه لازم يمشي بهذا الترتيب، انا مش كاتبها منها بس قلتها مش كاتباها، بس قلتها ولازم يمشي بهذا الترتيب خلاص. وقلنا ان المنارك هنا بعد الكيوبارك وبعدين منارك وبعدين اكزيلار. طيب كون ان هي انا لقيت ان ده موجود وده موجود وده موجود واللي في النص اللي المفروض السيكونس بتاعه بيجي اب مش موجود، ده نورمال؟ لا طبعا ده اب نورمال مش كده ولا ايه؟ يعني هي عندها كل السكندري سيكشوال كاركترز ما عدا المنارك. طب دي هتقول لها ايه؟ ممكن نعمل البيرفر تايم لوكال اكزامينشن. اكزامينشن لايه؟ يعني دي موست بروبلي ايه؟ يعني قصدي ايه الديفينشن دياجنوز بتاعك هنا؟ 13 سنه عندها بريست ديفلوبمنت، بيوبيك هير ديفلوبمنت، اكسيلري هير ديفلوبمنت اند نو مانسز 13 سنه. يعني بروبر ديفلوبمنت اوف اول ذا سكند سيكشوال كاركترز وهي ما عندهاش مانسز وعندها 13 سنه، ايه الديفينشن دياجنوز بتاعك؟ وهل تبتدي انفستيجيشن ولا تقول لها لا استني ما احنا لسه 13 سنه؟ تبتدي انفستيجيشن ولا لا؟ الاول لا بايدين تترفع عشان اشوف 13 سنه proper development of all the secondary sexual characters including the axillary hair development but no menses. ابدا investigation معاها ولا اطمنها واروحها لان هي لسه صغيره؟ مين ابدا investigation معاها؟ طب ومين بيقول لا هطمنها واروحها دي لسه 13 سنه؟ اللي قال ابدا investigation معاها ليه؟ عشان انا وصلت لاخر واحده والمنس ما نزلتش، فذيس از ابنورمال، ذيس از ابنورمال. طب اللي قال اطمنها واروحها ليه؟ في كان ناس قالوا اطمنها واروحها ليه؟ طب هم اقتنعوا بان هو لازم امال كنت امتى اطمنها واروح؟ لو ما كانش فيه الاكسيلر، لو ما كانش فيه اكسيلري هير ديفلوبمنت، كانت عندها بس البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير ديفلوبمنت وما فيش اكسيلري هير ديفلوبمنت، يبقى كده هي ماشيه بالنورمال سيكونس، يبقى فعلا هتجي لها منسز هي لسه 13 سنه وبعدين يحصل بعد كده الاكسيلر. امال ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع البنوته ال 13 سنه اللي عندها كل حاجه ما عدا منار؟ اللي هو يعني ايه البرايمري امنوريا؟ دي هيطلق عليها لقب برايمري امنوريا، لان برايمري امنوريا يعني ما هو ما فيش منسز بس في عندها سكند ريسكشن كاركترز كلها موجوده. البرايمري ديو تو ايه؟ ديو تو اني ما احنا عندنا البرايمري امنوريا دي ليها كوزز كتير من اول الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان واندوميتريم اوبسلو من اول يوترس او تحت بالظبط كده، يا اما يوتراين يا اما حاجه او بروتراكت اوبستراكشن، يا اما يوتراين اجانسيس مش عارف يا حاجه من اليوتراين كوزز، يا اما كريبتومنوريا بقى اللي هو امبرفكت هايمن ترانسفير سبتم سباكا افريزيا، حاجه من دول هو ده اللي يخلي عندها كل السكندري سكشوال كاركترز موجوده لكن المنسز لسه ما نزلتش. عشان كده السيكونس مهم، انت كجي بي لازم تبقى عارف السيكونس، لان هتجيلك البنت دي مع مامتها فلازم تطمنها وتروحها اون بيزس اون ميديكال ساينتفك بيزس ولا لا احنا نبدا انفستيجيشن. ايه ده بدات انفستيجيشن عن 13 سنه؟ ايوه ما انا لقيت اكزيلار لكن لسه المنارك ما حصلتش. واضحه البوينت؟ ننتقل بقى ده النورمال. طب امال ايه الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل في البيورتي؟ خلي بالكوا ابنورماليتي
abnormalities in puberty وليس abnormality في المنسز مش أمينوريا. أمينوريا احنا خدناها مع الأمينوريا. abnormality في كل البيوبرتال changes دول على بعض مش المنسز لوحدها، لأن المنسز لوحدها احنا خدناها المرة اللي فاتت في الأمينوريا. فabnormalities يا إما تحصل بدري precocious puberty يا إما تحصل متأخر delay puberty. خلاص؟ يا إما تحصل بدري. بدري يعني إيه؟ 10 سنين هقول عليها precocious puberty؟ لا، الفيصل بتاعنا 8 سنين. precocious puberty يعني اقول عليها precocious puberty لو حصلت عند 10 سنين 9 سنين يعني هي normal variation. طبعا هتبقى مضايقة شوية بس it is a normal variation. لكن ابتدي اقول عليها pathological pathological يعني need investigation and treatment. لكن physiological او normal variation يعني no need for investigation and treatment. فامتى need يعني investigation and treatment؟ لو precocious puberty او لو كل puberty changes دول حصلوا قبل ال age of 8 years old. خلاص؟ فهم دول اللي بنقول عليها precocious puberty. طب وما يعني ايه delay puberty؟ يعني اتأخرت عليها puberty اللي هو امتى؟ يعني ما هي نفسها الكوزس هتبقى بتاعت البرايمري امنوريا، لان هو هايبوثالاميك يعني نفس الكوزس بتاعت البرايمري امنوريا. فالدلاي puberty والبرايمري امنوريا الاثنين الاسم بتاعهم بيختلط على بعض. delay puberty بتبقى اكتر لو هي constitutional يعني normal variation برضو. خلاص؟ فده بالنسبه للدلاي puberty، فهي نفس اسباب البرايمري امنوريا. فلما تيجي عندها في الكتاب هتلاقيهم عايزين لك تاني نفس الاسباب. انت مش شرط خالص انك انت تقراها من الدلاي puberty، هتقراها من البرايمري امنوريا، مش اللي هو بتقراها مره وخلاص. لا، سو لونج تايم متعاده تاني، يعني هي مهمه تاني. فانت هتقراها بس من نفس السورس، ملوش لازمه انك انت تقعد كل شويه تقراها من حته مختلفه. فنيجي بقى على precocious puberty. ايه الاسباب اللي تخلي واحده عندها 3 4 5 سنين يجي لها precocious puberty؟ ممكن يبقى constitutional يعني genetic constitutional، وده الموست كومن على فكره، ده الموست كومن يعني باي فار الموست كومن ان هو constitutional. يعني ايه constitutional؟ يعني لسبب ما الاكسس ابتدى يحصل له maturation بدري، بدل ما يبقى الماتوريشن بتاعه عند 11 12 سنه اللي هو الهايبوثالامو هايبوفيزيا الاوفيريان اكسس، لا ده حصل له ماتوريشن بدري عند سن 5 سنين 6 سنين 7 سنين. فبالتالي بقى عندها الاكسس والفيزيولوجي اوف ذا منسترول سايكل ده اللي احنا درسناه بيحصل بدري قبل 11 سنه وقبل 12 سنه وكده، بيحصل بدري عن 5 6 7 سنين حاجه زي كده. فده موست كومنلي ات از كونستيتيوشنال. كونستيتيوشنال يعني هي خلقتها كده وهي هادي. طب ايه المشكله ان واحده بنوته في كي جي ولا ما اعرفش ايه يجي لها المنسز؟ سايكولوجيكال طبعا، راح تجري تلعب مع زمايلها وهي المنسز وفي بريست ديفلوبمنت وقلت لها ليها ديفلوبمنت وكلام من. طب سايكولوجيكال دي هتفضل معاها سنتين ثلاثه لحد ما بقيه زمايلها يجوا، هل في مشكله اخرى ممكن تحصل لها؟ بس ده ريليتيف برضه، يعني بريماتور ديبليشن فوليكل يعني ما احنا بنقول ان هي في رينج اوف منوبوز، بدل ما المنوبوز تجي لها عند 51 52 ممكن تجي لها 48 49، يعني ما جراش حاجه قوي يعني مش كده ولا ايه؟ ودي مش حاجه هتبقى قصيره بالظبط كده. ده السايكولوجيكال تروما اللي هتفضل معاها طول عمرها، هتفضل قصيره. ما هي اما بيحصل جروث سبيرت وبعدين بتقف على الطول ده مش كده ولا ايه؟ يعني واحده بنوته 5 سنين 6 سنين جات لها البيوبرتي خلاص وصلت عند هذا الطول، وفجاه كده طول عمرها بقى هيفضل معاها هذا الطول، هي مش هتطول تاني. ما خلاص ما الاستروجين ده عمل كلوجر اوف ذا كاتاليز فهو ده طول خلاص، هي هتفضل كده. فده البيرمننت ايفكت اللي هيفضل معاها على طول. يعني قصه سايكولوجيكال تروما وكده هتفضل معاها في الفتره اللي هي فيها لحد ما باقيين زمايلها هيبقوا زيها سنتين ثلاثه اربعه، لكن بعد كده الحاجه الايفكت اللي هيبقى لونج تيرم ايفكت اللي هيفضل معاها على طول ان هي بيرمننتلي شورت ستيج هتفضل على طول قصيره. طب معنى كده هل تحبوا انكم تعملوا لها تريتمنت ولا لا؟ طبعا. طبعا عشان سايكولوجيكال تروما ما تفضلش بعد بالمنظر ده معاها على طول. ايه التريتمنت؟ ما هو جروث هرمون عندها نورمال، هي مش قليل عندها جروث هرمون، هو عندها جروث هرمون كتير. ولو اديت لها جروث هرمون هل ده هيمنع الاكسس؟ لا، اوقف الاكسس بالظبط كده، اوقف الاكسس. ايه اللي يوقف لي الاكسس؟ في حد كومباين كونتراسبتس هتعمل بريفنشن اوف اوفيليشن، لكن هتوقف الاكسس؟ لا بالعكس، انت بتديها استروجين من بره، انت بتديها من بره استروجين كمان زياده اللي هو هتحصل، يعني انت وقفت لها الاكسس النورمال بس اديت لها استروجين اكسترنال، فهي هي هتفضل قصيره. فاوقف الاكسس بس في حاجه دكاتره اسمها جي ان ار اتش اجنس. جي ان ار اتش اجنس ده هيكمبيت مع الجي ان ار اتش على الريسبتورز اللي موجوده في البيتيوتري، فيمنع الشغل بتاع الجي ان ار اتش. اوكي، جي ان ار اتش اجنس ده بيكمبيت مع الجي ان ار اتش نفسه بتاع الهايبوثالامس
على الريسبتورز اللي موجوده في البيتيوتري، فبالتالي الريسبتورز بتاعت البيتيوتري ما تشوفش الجي ان ار اتش اللي بيعمل بالستيليتي بتبقى بلوك. ايه هو مش بيشتغل ده بالظبط؟ لا طبعا، والا كنت ده ليه؟ هو بس بيعمل بلوك للريسبتورز لكن ما بيعملش الفانكشن بتاعه، فبنسميه جي ان ار اتش. ليه؟ لان هو ات سيميلر للاستراكشر بتاعت الجي ان ار اتش. خلاص، فبنديها حاجه اسمها جي ان ار اتش اجنس تو بلوك الريسبتورز، تو بلوك الريسبتورز، فبالتالي هو ما يشوفش الجي ان ار اتش السيركيوليتنج، فبالتالي جي ان ار اتش السيركيوليتنج ما يعملش الفانكشن بتاعه عشان هو بيشتغل زيه ايه في كاستراكشر ان هو تشوفه الريسبتورز. وعلى فكره في حاجه ثانيه اسمها جي ان ار اتش انتاجونست، هناخدها الاسبوع الجاي على طول. هما الاثنين في الانفيرتيليتي. ليه؟ لان هو في واحد بيعمل انيشال ستيميليشن فولود باي ديبرشن، في واحد ثاني ان هو بيعمل لك ما فيش الانيشال ستيميليشن ديبرشن على طول، لكن الاستراكشر بتاعته هتختلف، وده هنقوله في الانفيرتيليتي. فبالنسبه لواحده عندها بريكوشس بيوبرتي، بقى انا عايزه الغي الجي ان ار اتش انتاجونايز الايفكت باجير، او اكتشلي الغيه اكن هو مش موجود خالص، فبنديها الجي ان ار اتش اجنس. طب اديه لها لحد امتى؟ لحد النورمال بيوبرتي ايج، يعني اديه لها هو بيبقى انجكشن سبكتينيوس انجكشن كل شهر ونص او كل 3 شهور على حسب الكونسنتريشن بتاعه، فكل شهر ونص او كل 3 شهور بديها السبكتينيوس انجكشن دي لمده قد ايه؟ لمده مثلا سنه سنتين ثلاثه على حسب هي كان سدها قد ايه. وطبعا لو حد منكم بيقرا وجينيس وورلد ريكورد وكده، حد يعرف في جينيس وورلد ريكورد كانت اللي حملت وهي صغيره كانت يعني سنها قد ايه؟ خمس سنين. خمس سنين اللي هي لينا مدينة، وحملت وهي عندها خمس سنين عشان كان عندها بريكوشس بيوبرتي، فاكتشولي الاكسس شغال، ففعلا ممكن ان هي تحمل. فده بالنسبه للبريكوشس بيوبرتي اللي هي باي فار الموست كومن، اللي هي ترو بريكوشس بيوبرتي، يعني الاكسس شغال، يعني عندها اوفيليشن وده موستلي كونستيتيوشنال. ممكن تبقى حاجه اسمها سودو بريكوشس بيوبرتي. يعني ايه سودو؟ يعني بس في استروجين لكن مش من الاكسس. طب ازاي يبقى في استروجين ومش من الاكسس؟ هو ممكن ازاي؟ لو بتاخد دراجز ميديكيشن، يعني لقيت الاقراص بتاعت مانا الحمل بتاعت مامتها بتاخد منها هي كده مش عارف ايه، بقى عندها استروجين كتير، فابتدى يحصل لها سكندري سيكشوال كاركترز لكن من غير ما الاكسس يبقى شغال. اوفيريان تيومر استروجين سيكريتنج اوفيريان تيومر، فابتدى يبقى عندها سكندري سيكشوال كاركترز لكن الاكسس مش شغال. هتفضل وسائلها بس مش هتحمل، يعني ما فيش اوبيليشن بقى. طب التريتمنت هيبقى ايه؟ اديها جي ان ار اتش؟ لا، اوقف الكوز بقى، يعني هي بتاخد ميديكيشن وبطل ميديكيشن، طلع عندها استروجين سكريتنج اوبيرين تيومر، اشيل هذا الاستروجين سكريتنج اوبيرين تيومر. لكن ده طبعا باي فار يعني مش كومن خالص. لو قعدنا نقارن ما بين الترو والسودو، فهو باي فار الترو هو الكونستيتيوشن الموست كومن، لكن السودو مش كومن. هتلاقوا في الكتاب متقسم السودو ل ايزوسكشوال وتيرو سكشوال. يعني ايزوسكشوال يعني بريكوشس بيوبرتي هي بنوته، يعني حصلها بيوبرتي انها بقت بنت يعني. طب امال تيرو سكشوال؟ لا، حصلها بيوبرتي انها بقى عندها مور اندروجينيك مانيفيستيشنز. لو الميديكيشن اللي كانت بتاخدها كانت اندروجين فور اني ريزن، او لو برده كان اندروجين سيكريتنج اوفيريان تيومر، فالاندروجين ليفل هيعلى، فهيبقى يبتدي بقى عندها مور هيرشيتيز، يعني هير هيبقى زياده، الفوكال كورز البويس بتاعها هيبقى مش عارف ايه، هيبقى عندها فرونتال بوليوس، يعني هيزيد عندها الاندروجين اكتر، فبرده هيبقى تريتمنت اوف ذا كورز اللي هو بالنسبه للبريكوشس بيوبرتي. طبعا لو عايزين ان احنا نقول بريكوشس بيوبرتي وندرس حاجه واحده بدل كل الكوزس اللي عمالين نقول عليها اللي هو ترو وسودو وسودو ايزو سكشوال وزيرو سكشوال وكده، يبقى طبعا باي فار هو الترو هو الكونستيتيوشن، هو الترو هو الكونستيتيوشن، هو ده الموست كوم. هعرف منين ان هو ترو كونستيتيوشن؟ اقول لها دي ما فيهاش حاجه، ما يكونش ورم يا دكتوره، ما يكونش مش عارف ايه يا دكتوره، ما يكونش سي ان اس ليجن عمل لي الاكسس خلاه يبتدي بدري او حاجات كده، اعرف منين؟ اكونفيرم ازاي؟ يعني الاول هتاكسكلود، طبعا هتعمل لها ممكن الترا ساوند فالفيك عشان تتاكد ان الاوفريز نورمال وما فيش تيومر وما فيش حاجه، ممكن تعمل لها سي تي برين عشان تتاكد برده ان ما فيش اي بروبلم في البيتيوتري جلاند او كده، يعني ده باي اكسكلوجن. وعايز انك انت تعملها طبعا الليفل بتاعت الهرمون، هتلاقيهم عادي اف اس اتش ال اتش استراديول زي الفوليكولر ستيج عادي خالص، يعني الليفلز بتاعت الفوليكولر او اليوتيرا على حسب انت عاملهم فين، فهتلاقي الليفل زي واحده نورمال كيبرتال تشايلد بيرنج بيريد عادي جدا. فهو لو عايزين نعرف الانفستيجيشن بتاعتنا تو ديتكت الكوز اللي هو موست كومنلي، هتلاقي انك انت باي اكسكلوجن عملت الترا ساوند بلفيك لقيته نورمال، عملت سي تي برين لقيته نورمال، حبيت تكونفيرم انك انت تعمل الهرمونز دي، هتلاقي ان الهرمونز فوليكولر ستيج عادي خالص اللي هو زي واحده يعني تشايلد بيرنج بيوبرتي نورمال بيوبرتي. التريتمنت طبعا زي ما قلنا ان هو موست كومنلي ان هو كونستيتيوشن، فبالتالي موست كومن تريتمنت بتاعنا اللي هو الجي ان ار اتش اجنس. لو ما كانش هي كونستيتيوشنال
يبقى هيبقى التريتمنت اوف الكوز بتاعك. ده بالنسبه للكيبرتي. في حاجه اسمها تانر ستيج. ايه التانر ستيج دي يا دكاتره؟ الكيبرتي مش بتحصل على ليفل واحد. يعني ايه؟ يعني الاول بيحصل لنا بريس بادنج. يعني التانر ستيج ده بتبقى في البريس وبيبقى ليه كيوبيك هير. الاول بيحصل لنا بريس بادنج يبتدي هو يكبر شويه فيكبر اكتر، الايرلا تتكون اكتر، النيفلز تتكون اكتر، لحد ما نوصل في الاخر للنورمال ستراكشر بتاع البريس بتاع الفيميل. فده بالنسبه للتانر ستيج. هو في من ستيج 1 ستيج 2 3 4 5 لا يعني من 1 لحد 5. ده بس عشان تبقوا عارفين، مش مطلوب منكم التانر ستيج اللي بيحصل فوق ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3، بس مطلوب انكم تبقوا عارفين ان في حاجه اسمها تانر ستيج من ستيج. نفس القصه برده تانر عمل كلاسيفيكيشن للبيوبيك هير ديفلوبمنت، لو من اول باري مايل بيوبيك هير ديفلوبمنت وبعدين اكتر وبعدين ان هو يبقى تراينجل ابورد دايركشن بعدين تراينجل داونر دايركشن والبيز بتبقى ستريت. فده برده بالنسبه للتانر ستيج برده 4 5 ستيجز بالنسبه للبيوبيك هير. فتبقوا بس عارفين ان في حاجه اسمها ال الثانر ستيجنج للديفرنت ستيجز اوف بيبرتال تشينجز بالنسبه للبريست وبالنسبه لل البيبيك هير. نيجي بقى على المينوبوز. نيجي على المينوبوز. ايه بقى المينوبوز؟ زي ما قلنا الديفينيشن بتاعتنا اللي هو تشينج فروم الريبرودكتيف تو نون ريبرودكتيف. كانت هي عندها ريبرودكشن وكانت عندها اوفيليشن وفيرتيليتي وكده واتحولت لنون ريبرودكتيف لايف. ايوه ليه؟ عشان ديبليشن اوف ذا اوفيليان بارت. فبالتالي كلمة منوبوز it's a correct name. منو يعني منسس، بوز يعني cessation. فهل هي cessation؟ هي فعلا cessation of menstruation. ايوه بس هي هو ده الفكر، بمعنى ان لو واحدة انا عملت لها hysterectomy at the age of 35 years old كان عندها fibroid وعندها severe bleeding وكده، فقررنا وهي وافقت ان احنا نعملها hysterectomy فشلنا اليوترس. هشيل معاها الاوفريز؟ لا مش هشيل معاها الاوفرز، هسيب لها طبعا الاوفرز لان هي عندها 35 سنه، فازاي دخلت منوبوز التشينجز وهي بدري كومبليكيشنز كده وهي لسه صغيره. طيب دي دخلت في منوبوز، هي المنسس بطلت تجي لها كويس، لكن هي مش منوبوز، هي عندها فوليكلز وعندها هرمونز كويس وعندها مش هيحصل لها كل الكومبليكيشن اللي هنقول عليها دي بتاعه المنوبوز. فهو ميس نومر. طب ليه؟ طب ليه ما قلناش بقى ان هو لا اوفاريوبوز مثلا؟ يعني ليه قلنا عليها منوبوز؟ عشان دي الحاجه اللي هي تقدر تقولها دوره بتيجي دوره ما بتجيش، لكن مش تقدر تقولي انا عندي اعراض بتاعه انقطاع الدوره. ما هي دي بري سبجكتيف، فممكن قوي الست ما تبقاش اصل فيها ستريس وايريتابيليتي ومش عارف ايه. طب ما هو ده العادي يعني، يعني مش كده ولا ايه؟ فخلاص فهو كده عشان كده لازم تبقى حاجه متشافه. فعشان كده المينوبوز بنقول عليها سيستيشن اوف ذا مينستريشن، بس اكشلي هي ديبليشن اوف ذا اوفيريان فانكشن. ديبليشن اوف ذا اوفيريان فانكشن. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني التشينجز اللي بتحصل في المينوبوز دي بتحصل ليه؟ depletion of the ovarian function يعني مش هيبقى عندي الهرمونز اللي هي بتبقى secreted اللي هي جرانولوزا والتي كاتالز والكلام ده، فبالتالي مش هيبقى عندنا الاستراديول، مش كده ولا ايه؟ والاستراديول ده مسؤول عن الهايبرتروفي والبروليفريشن والريجينريشن بتاعه كل الميكوس ممبرينز والتيشوز بتاعتنا وكده. فهو ده اللي بيخلي على طول الميكوزا بتاعت مثلا الفاجينا يحصل لها ريجينريشن، السيرفكس، الاندوميتريوم، السكين حتى، يعني كل الحاجات دي مسؤول عنها الاستراديول. بلس الاسترادايول برضو مهم بتلاقوا ان الستات ما بيجيلهمش قوي اثيروسكليروز وكلام من ده، لان الاسترادايول ليه ايفكت على الكوليسترول وبيزود لنا ال اتش دي ال. انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا ده اول مره؟ رابعه مودولر سيستم. ايه الاخبار؟ الكلام ده ليه اي صدى؟ الاسترادايول، الاسترادايول يا دكاتره بيزود الجود كوليسترول اللي هو الاتش دي ال وبيقلل الباد كوليسترول اللي هو ال دي ال، فبالتالي ده بيبروتكت الفيميلز اجينست اثيروسكليروزس وهايبرتنشن وكارديوفاسكولار ديزيزز وكده. فهو ليه بوزيتيف افكت الناتشرال استراديول. الناتشرال استراديول ده الناتشرال استراديول. طب يبقى الاسترادايول ده مش هيبقى موجود اللي هو بيعمل لنا ريجينريشن وبيعمل لنا كام بروتكشن. بلس الاسترادايول برضو ليه افكت على الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست كويس ان هو بيزود البون فورميشن كويس وبينهبت الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي ان هو البون ريزوربشن. فبرضه لو ما بقاش موجود هذا الاسترادايول كل الايفكتس دي هتبقى نيجاتيف، مش هتبقى موجوده. فالاسترادايول لما بيقل وبرضه الانهيبين، في حاجه اسمها اكتيفين وانهيبين، دول بيبقوا سكريتد من الفوليكل ويذن الفوليكل عشان يعملوا اوتوكراين فانكشن. يعني اوتوكراين يعني ريجليت السكريشن بتاع الهرمون. دي هتلاقوها مكتوبه في فيزيولوجي اوف ذا منستريشن وكنا هو عليها اسئله، بس انا هحل
لحقتش اقولها معاكم في الفيزيولوجي ادمنستريشن نفسه. فالاكتيفين والانهيبين دول عشان يريجوليت الاماونت بتاعه الاف اس اتش، الاكتيفين بيزود الاف اس اتش والانهيبين بيقلل الاف اس اتش عشان في الاخر يفضل نورمال اماونت. لو جه اف اس اتش كتير فياكت الانهيبين يقلله شويه عشان يبقى نورمال، لو جه قليل كده. فيعني بالتالي هلاقي ان هو الاكتيفين والانهيبين برده قلوا. فكماركر لو انا عايز اعرف الست دي دخلت في المينوبوز ولا ايه، لو قست الانهيبين هلاقيه ايه، قليل ولا كتير؟ قليل، لان ما فيهاش فوليكلز، وهي الفوليكلز هي اللي بتصنع الانهيبين، هي اللي بيخرج منها الانهيبين. فلو قست الانهيبين هلاقيه قليل. كويس، لو قست الاستراديول هلاقيه ايه؟ قليل. طب ايه اللي هلاقيه عالي؟ الاف اس اتش، لان الاف اس اتش بيبقى ريليزد فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، لان عندي الاستراديول بيعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الاف اس اتش. طب ما بقاش عندنا استراديول لان في ديبليشن اوف ذا فوليكلز، خلاص يبقى الاف اس اتش لان البيتيوتري دي مش بيحصل لها منافوز، هي شغاله على طول. فبالتالي البيتيوتري هيبقى الاف اس اتش فيها ريليزد فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، فبيزود الاف اس اتش. عشان كده عشان نعرف هي دخلت في منافوز ولا ايه، بنقيس الاف اس اتش نلاقي ان هو وصل لليفلز عاليه قوي، حاجه 20 يعني، فكده معناها ان هي دخلت في منافوز. فاللي بيحصل ديبليشن اوف ذا فوليكلز يبقى الاستراديول قل، يبقى بالتالي الاف اس اتش عالي او زاد. الاستراديول بيعمل حاجه ثانيه يا دكاتره، بيسكريت او بيستيميليت الليفر ان هو يطلع حاجه اسمها سكس هرمون بايندينج جلوبولين. خلاص، يعني هرمون بايندينج جلوبولين. ايه الهرمون بايندينج جلوبولين ده؟ كل الهرمونات اللي في جسمنا، مثلا التي 3 التي 4 الاستراديول التستوستيرون، كلهم موجودين ان بايندينج فورم وان فري فورم، موجودين في كده وكده. فانت لما تيجي تقيس حاجه، يعني مثلا عايز تقيس الاستراديول هيقول لك البايندينج ولا الفري ولا التوتال، عايز اقيس التي 3 البايندينج ولا الفري ولا التوتال، عايز اقيس اي حاجه البايندينج ولا الفري ولا التوتال، تستوستيرون عايز تقيس التوتال تستوستيرون ولا عايز تقيس الفري تستوستيرون ولا عايز تقيس البايندينج تستوستيرون، هو ايه الفرق؟ انهي الاكتف؟ الفري طبعا، الفري هو ده اللي بيأكت على الاورجنز، فالاكتف فورم هو الفري فورم، لكن التوتال فورم ده بينكلود كمان البايندينج اللي هو الريزيرف، البايندينج هو الريزيرف. عشان كده during pregnancy كويس بيبقى التوتال فورم بيزيد لكن الفري بيفضل زي ما هو. ليه؟ عشان الست يبقى عندها ريزيرف، لو في اي وقت احتاجت اكتر مثلا تي 3 انها تعمل فريينج ليه شويه من البايندينج فورم عشان يبقى في الاكتف فورم. طيب البايندينج اللي هو الحاجات اللي بتبايند اسمها جلوبولينز، مين اللي بيعملها؟ الليفر. طب هل مسؤول فيه هرمون مسؤول؟ الاستراديول، الاستراديول كويس، فهو مسؤول عن ان هو يعمل لنا السكس هرمون بايندينج جلوبولينز. طب لو الاستراديول ده قل، ايه اللي هيحصل في السكس هرمون بايندينج جلوبولينز؟ هتقل بالظبط كده. لو الاستراديول قل، السكس هرمون بايندينج جلوبولينز هي كمان هتقل، لانها مبقاش موجود هو اللي مسؤول عن الفورميشن، فالسكس هرمون بايندينج جلوبولينز هتقل. ايه اللي هيحصل للفري فورم اوف هرمونز؟ هتزيد. فبيحصل ان الفري فورم اوف هرمونز هتزيد، فتلاقوا ان الفري تستوستيرون زاد. هو اكشولي التوتال زي ما هو، التوتال زي ما هو، بس هو الفري هو اللي زاد. ليه زاد؟ لان ما بقاش عندي سكس هرمون بايندينج جلوبولين، فبدل ما كان مثلا 30% و70% بقى 50% و50%، يعني بقى عندي الفري فورم بقت زايده، الفري فورم بقت زايده. فبالتالي هتلاقي ان الستات اللي بيخشوا في المينوبوز السيمتومز دول او اللي بيخشوا في المينوبوز بقى عندهم الاستروجين قليل. يعني حصل ايه؟ يعني حصل اتروفي، لان الاستروجين هو المسؤول عن الريجنريشن والبروليفريشن. اتروفي للفاجينا، فبقى عندها الفاجينا الميوكوزا والريجيت بتاعت الفاجينا دي بقت مش موجوده، بقت ممسوحه كده. اتروفي للفالفا، برده حصل جابنج للفالفا وبقى كل شويه ممكن يحصل لها انفكشن ريكيرنت انفكشن. اتروفي لليوريترال ميوكوزا، اتروفي للبلادر ميوكوزا، اتروفي للليجمنتس نفسها، فبالتالي يحصل للليجمنتس دي برولابس، لان الليجمنتس هي اللي بتشد على الاورجنز، فبالتالي تبقى هي لايبل اللي دخل في الميوكوز دي ان هو يحصل لها برولابس، يحصل لها اتروفي. طبعا اتروفي للفاجينا يبقى فيه دراينس وديسبارونيا، يبقى فيه اريتيشن ديورنج الانتركورس وفريكشن، وممكن هو يحصل لها بليدنج عشان الاندوميتريوم برده بيحصل له اتروفي. يحصل له اتروفي يعني الاندوميتريوم هيبقى ايه اللي متكون من ايه بقى الاندوميتريوم هنا؟ البيتا لاير اونلي، البيتا لاير اونلي، لكن ما بيحصلش منها ريجينريشن لان ما فيش الاستروجين اللي بيأكت على البيتا لاير عشان يستيميليت هذا الريجينريشن، فيبقى بس هو متكون من البيتا لاير اونلي اللي هو الاندوميتريا. واكشوال البيتا لاير تقريبا 5 مللي، عشان كده بنقول الماكسيمال اندوميتريا، الماكسيمم اندوميتريا ثيكنس في الوحده المينوبوز يبقى 5 مللي. لو لقينا اكتر من 5 مللي معناه ايه؟ لا، معناها ان هو في استروجين سورس، في استروجين سورس، ممكن يبقى كانسر، وممكن يبقى هي بتاخد اتش ار تي او هرمون ريبليسمنت ثيرابي كونتيننج استروجين، يعني في سورس اوف استروجين عندها في جسمها، فلازم ندور على هذا السورس اوف استروجين لانه ابنورمال. يعني ابنورمال
منوبوزل وعندها الاندوميتريال ثيكنس لما اجي اقيسه باي الترا ساوند اكتر من 5 مللي، هو لازم يبقى 5 مللي. ليه؟ لان هي نورمال ما عندهاش غير البيزل لير اللي هي 5 مللي. فدي حاجات عشان نبقى عارفين، عشان لما نيجي بعد كده نشوف المينوبوزال تشيك اب، لما تيجي جدتها بتقول لك ايه، انا قالوا لي ان انا خلاص عشان ما بقتش تيجي البيريد فلازم اعمل تشيك اب. ايه التشيك اب اللي انا اعمله؟ اقول لها انت لازم تروحي تعملي كذا وكذا وكذا. فمن ضمن اول كذا هي بتعملها تي بي اس او ترانس فاجينال سونوجرافي. ليه؟ عشان نتاكد الاندوميتريال ثيكنس بتاعنا ان هو 5 مللي او اقل، لكن ما يزيدش عن 5 مللي. ليه؟ لان ما فيش استروجين، فبالتالي حصل اتروفي لكل الحاجات دي. وطبعا زياده الفري تستوستيرون، فهتلاقوا ممكن الفوكال كورس بقى الصوت بقى تخن شويه، في بولد ريسيشن للهير مثلا، في تشينج في الليبيدو، سواء ديكريز ليبيدو اللي هو السكشوال ديزاير، سواء ان هو يقل او يزيد، يعني على حسب. في ناس بيقل عندها من كتر الايريتابيلتي والمود تشينجز وكده، في ناس بيزيد عندها لان التستوستيرون مسؤول عن ان الليبيدو يزيد شويه، فيعني هيبقى في تشينج ان ليبيدو. يعني الايفكتس دي بتبقى ديو تو التشينج بتاعت الهرمونز، الايفكت بتاعت المينوبوز due to change في الهرمون اللي هو الاستراديول الفا، حصل اتروفي في الاورجنز اللي هي جينيتو يورينري اورجنز انكلودنج البريست، برضو بيحصل اتروفي كويس. لكن بالنسبه للتستوستيرون ان هو زاد عشان سكس هرمون بايننج لوبلين قل، فبتلاقوا انه في برضو اندروجينيك مانيفيستيشنز موجود. كل الحاجات دي لايبل ان هي تحصل وبتعدي عادي، يعني ما تبقاش اريتيتنج قوي. في سيمتوم بيبقى very irritating للفيميلز at the age of menopause، حد يعرف هو ايه؟ اوستيوبروسيس. ده complication، ده مش هيبقى irritation، ده هتبقى complication وهنتكلم عليها. في حاجة irritating هي مش complication بالنسبة لنا، احنا مش متضايقين من حاجة، بس هي هتبقى متضايقة. hot flashes، سمعتوا عن hot flashes؟ هاجو تقول لك انا بقوم كذا مرة بالليل حاسة ان الدنيا حر وبلاقي نفسي سواتي وكده، وبتقعد الباوتس دي بتجيلي كل شوية، كل 5 دقايق، كل 10 دقايق، مش عارفه انا مش بستحمل، كل الناس تبقى بردانه ولابسه وكده وانا حرانه وبتاع. فالهوت فلاشز دي فعلا بتعمل لها سيفير اريتيشن. فاكتر حاجه بتعمل لها اريتيشن فعلا الهوت فلاشز. فالهوت فلاشز ار فيري اريتنت جايز، الهوت فلاشز دي ار فيري اريتنت، هو ده الموست كومن اريتيتنج سيمتوم بالنسبه لها. وبيبقى ديو تو يعني الريجوليشن بتاع الهايبوثالامس بيحصل له تشينج، الثيرمو ريجوليتوري سنتر بتاع الهايبوثالامس هو اللي بيحصل له تشينجز نتيجه للمينوبوز. بس هي من رحمه ربنا يعني انها تقعد معاها سنه سنتين بكتير، يعني مش هتفضل كل الايج اوف مينوبوز، يعني من اول ما تجي لها مينوبوز لحد ما تنتهي حياتها عندها هوت فلاشز، لا هي بتفضل في الاول لحد ما يحصل ريجوليشن تاني للثيرمورجوليتوري سنتر بتاع الهايبوثالامس. في ناس بتعدي عندها الهوت فلاشز ما بتبقاش مشكله، وفي ناس لا بتبقى مشكله شديده عندها. طبعا لو كانت مشكله شديده يبقى المفروض ان احنا ندي لها تريتمنت ليها. لو هتدي تريتمنت للهوت فلاشز هتدي لها ايه؟ لازم اديلها استروجين، استروجين ريبليسمنت ثيرابي اللي هو هرمون ريبليسمنت ثيرابي، يعني كونتينينج استروجين، لان انا ما ينفعش ادي استروجين لوحده. ليه؟ لو اديت استروجين لوحده يحصل ايه؟ هايبربليزيا للاندوميتريوم، هايبربليزيا للاندوميتريوم، ممكن هذه الهايبربليزيا تقلب لاندوميتريال كارسينوما. فبالتالي يعني اتس كرايم انك انت تدي استروجين لوحده، ما بديش استروجين لوحده، لازم ادي مع الاستروجين بروجستيرون عشان يكمبيت البروليفريتيف ايفكت بتاع الاستروجين، لان سنسيتيف بروجستيرون كويس بيعمل اتروفي. فبدي مع الاستروجين انا عايزاه عشان الهوت فلاشز. طب وما ليه بدي مع بروجستيرون؟ عشان ما يبقاش يعني بروليفريتيف افكت على الاندوميتريوم، لا يكمبيت البروليفريتيف افكت بتاع الاندوميتريوم. فلازم اديلها اتش ار تي هرمون ريبليسمنت ثيرابي طبعا كونتينينج استروجين. امال امتى ممكن اديلها استروجين ريبليسمنت ثيرابي بس من غير بروجستيرون؟ لو هي عامله استراكت عشان مش خايفه من الاندوميتريوم، ما هو مش موجود. طب امال البريست؟ البريست فيه استروجين بروجستيرون ريسبتور، فانت تبقى الام الاثنين. فاكشلي لو انت هتدي اي اتش ار تي هرمون ريبليسمنت ثيرابي كونتينينج استروجين او بروجستيرون، انت لازم تعمل لها فولو اب باي ايه؟ اعمل فولو اب باي ايه عشان انا خايفه من بريست كانسر؟ باب سمير دي بتاعت ايه يا دكاتره؟ حد بيقول باب سمير دي بتاعت السيرفكس. باب سمير دي انا باخد من السيرفكس سمير او سايتولوجي، يعني سكراب كده من السيرفكس، بحيث ان انا ابص على السالب واشوفها نورمال ولا ابنورمال ولا هايبوبلاستيك ولا كارسينوما ولا ايه. فباب سمير دي بتاعت السيرفكس. امال لو انا عايز ابص على البريست بعمل ايه؟ ماموجرافي اللي هو بريست كويس، جرافي اللي هو صوره يعني، فبعمل ماموجرافي. فلو انا هديلها اتش ار تي لازم كل سنه انوال سكريننج باي ماموجرافي لازم. ولا يا مدام انت محتاجه انك انت تعملي انوال سكرين، طبعا بتعمل لنفسها بريست سيلف اكزامينشن كل شهر، لكن لازم تعمل انوال ماموجرافي كويس. وبعد ثلاث مرات انوال ماموجرافي كانوا نيجاتيف بنخليه بقى كل 3 سنين الانوال. ده الرول بتاعت اي سكريننج بروجرام، ان هو في الاول بيبقى انوال لحد 3 سكسسيف نيجاتيف ريزلتس، يبقى ساعتها ممكن يقلب لكل 3 سنين. يبقى احنا بنتكلم على
changes اللي بتحصل في المينوبوز، وقلنا دي physiological changes of menopause اللي هو عشان decrease الاستروجين سواء اتروفي او increase الفري تستوستيرون. لكن في حاجه بتبقى very irritating اللي هي الهوت فلاشز. طبعا ممكن يبقى عندهم انسوميا وirritability بسبب ان هم بيصحوا اوقات كتيره قوي، بيصحوا من الفجر وكده ما بينامش كتير. يعني الكومبليكيشنز بقى هي اللي انتوا قلتوا عليها اللي هي ممكن يبقى عندنا حاجتين كومبليكيشن لونج تيرم كومبليكيشن اللي هو اول حاجه منهم اوستيوبروزيس، ثاني حاجه كارديوفاسكولار. ليه كارديوفاسكولار كومبليكيشن؟ ليه دول بيبقوا عرضه اكتر يجي لهم اتروسكليروزيس وهايبرتنشن وكارديوفاسكولار ومايكارديال انفاركشن وسيريبرال فلوكس وحاجات من دي؟ لان العكس بقى الاسترا دايما ما بقاش موجود، فبالتالي زاد ال LDL اللي هو الكوليسترول اللي ممكن يعملها كومبليكيشن والترايجليسرايد، وقلل ال HDL اللي هو بروتكتيف، فبالتالي بقى عرضه زيهم زي الرجاله ان هم يجي لهم الحاجات دي. كبروتكشن بنقول لهم يغيروا نوع الدايت، ما يبقاش فيه فات كتير، ممكن ياخدوا اسبرين بيبي اسبرين، ولو حصل لها لا قدر الله حاجه من كومبليكيشن دي كارديولوجي ريفيرال انا ما بقدرش ان اعمل حاجه زيها زي اي حد زي الرجاله لو جالهم اي كومبليكيشن. طب الكومبليكيشن الثانيه اوستيوبروزيس، ليه ممكن يحصل لهم اوستيوبروزيس؟ ما احنا قلنا الاسترادايول بينكريز الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي وبيقلل الاوستيوبلاست. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ ما بقاش في استرادايول، فالاوستيوبلاستيك اكتيفيتي ما بقتش موجوده، ما بقاش في بون فورميشن، بقى عندي بس بون ريزوربشن. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الطبيعي هذا المنظر يا دكاتره، لو اخذنا كات سكشن في اي بون هتلاقوا ان ده نورمال. ايه الابيض اللي موجود كده؟ ده البونز نفسها. طب ليه باين ابيض؟ كالسيوم، كالسيوم فالبونز بتبان بيضاء طبعا. طيب امال ايه الفراغات السوداء؟ ده طبيعي نتيجه الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، ما ينفعش تبقى الفيمر واليومرس والحاجات دي كلها مصمطه كلها كالسيوم كده، انا هشيل وزني ازاي؟ مش يعني لازم يبقى فيها برده فراغات عشان يويت ما بين ان انا اقدر اشيل جسمي وفي نفس الوقت هو يبقى سترونج مش ان هو لايبل تو فراكتشر. فعشان كده دايما في يعني زي بالانس بين الاوستيوبلاست والاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، ده الطبيعي. وقت الاوستيوبروزيس ايه اللي بيحصل او بعد المينوبوز؟ بعد المينوبوز الاوستيوبلاست هي اللي بتاخد الابر هاند والاوستيوبلاست الاكتيفيتي بتاعتها بتقل. فلما يحصل الاوستيوبلاست هي اللي اخذت الابر هاند بقى حصل مور بون ريزوربشن عن البون فورميشن، فبقى عندنا الصوره اللي مكتوب عليها اوستيوبراتيك بون دي اللي هي معظمها اسود وقليل قوي قوي الابيض، فبالتالي دي بقت طبعا فيري ويك فيري لايبل تو فراكتشر، فممكن قوي ان هم يحصل لهم فراكتشر هنا لان الفراغات كتيره قوي لكن البون اللي موجود بقى قليل جدا. فهما دول الاوستيوبروزيس، هو ده المشكله اللي هي بتحصل في الاوستيوبروزيس. طب بتحصل في انهي بونز؟ بتبتدي في الاكسيال بونز بتاعت السباين بالذات اللامبر سباين، بتبتدي في الاكسيال بونز خلاص، وبعدين بعد كده في الفيمر في النك اوف ذا فيمر. هتسمعوا كتير قوي ايه ده لحسن الكعب اللي احسن تتكسر اللي احسن يحصل لها فراكشر نك فيمر وتحتاج هيب ريبليسمنت وكلام من ده. وبعدين بعد كده الريديس، دول الاماكن اللي هي اول اماكن اللامبر الاكسيال سكيلتون اللامبر سباين، وبعدين بعد كده في الفيمر النك اوف ذا فيمر، وبعدين في الريديس. عشان كده لو جيت ان انا عايزه اعرف هي جالها اوستيوبروزيس ولا ما جالهاش بعمل لها ايه؟ حد يعرف الانفستيجيشن اللي بنعمله؟ دكسا. دكسا اللي هو ديول هو دكسا، انا مش فاكره قوي الابريفيشن بتاعه ايه، بس هو اللي هو بون ماس دنسيتي، بيماجر البون ماس دنسيتي. كويس، بيماجر البون ماس دنسيتي، هو ده الجهاز اللي هو بيماجر برغم ان هو
ابريفنت ازاي ان هي تخش في اوستيوبروزس. اديها كالسيوم، اديها فيتامينز، والحاجه اللي مهمه قوي دايتري تشينجز، ان هي الدايت بتاعها يبقى موديفايد، يبقى فيه فعلا حاجات فيها كالسيوم وكده، وحاجات فيها فايتو استروجين. يعني ايه فايتو؟ نباتي. الاورجن بتاعها فيجيتابل اورجن، ملوش سايد افكتس بتاعت الهرمون اللي انا بديه، لان الهرمون اللي احنا بنديه ليه سايد افكتس. وقال لك ان كل ستات بيخشوا في المنوبوز اديهم اتش ار تي، لا لا لا، هنشوف ان هو فيه كونترا انديكيشنز وفي سايد افكتس جامده جدا، فبالتالي مش على طول كده بندي اتش ار تي. يبقى لازم الاول اشوف، يعني الاول ممكن اديها فايتو استروجين او اديها حاجات اكل فيه فايتو استروجين. ايه الاكلات اللي تعرفوها اللي فيها فايتو استروجين؟ الصويا فعلا، منتجات الصويا كلها يا دكاتره، سواء ملك بتاع الصويا، الصويا بيعملوا منه كليه زراعه، بتعمل منه حاجات كتير قوي، يعني دقيق، ويعملوا منه بيسكتس، مش عارف لبن، منتجات البان، الجبنه اللي هي التوفو، يعني في حاجات كتير قوي بتتعمل من الصويا. فبتقول لها كلي حاجات فيها صويا كتير، او حتى بيبقى فيه بيلز، ودي بتبقى اوفر ذا كاونتر، يعني مش محتاجه بريسكريبشن. طبعا احنا في مصر مفيش حاجه محتاجه بريسكريبشن، بس ان جنرال يعني لو رحت اي حته ثانيه دول هتلاقيهم اوفر ذا كاونتر كده موجودين، اللي هو الفايتو استروجين، فهي بتاخدهم عادي لان هم ما لهمش سايد افكتس. فانت بتقول لها بريفنشن باي دايت، طبعا الاكسرسايز، لان الاكسرسايز بينكريز البون فورميشن، فبتقول لها اكسرسايز كويس، وان هي تستوب سموكينج. ليه تستوب سموكينج؟ هو السموكينج ايه الايفكت بتاعه؟ السموكينج بيقلل ولا بيزود الاستروجين؟ هو بيقلل. ليه؟ حتى هتلاقوا الستات اللي بيسموكوا كتير لو صوتهم ابتدى يتغير، مش كده ولا ايه؟ فالسموكينج بيقلل الاستروجين، فبالتالي طب بطلي بقى سموكينج عشان الاستروجين اللي شويه موجود يزيد. شويه موجود، هو منين موجود؟ هو الاوفري فيلينج ولا فيلد؟ فيلد خالص. امال الاستروجين ده جاي منين؟ استرون. بالظبط كده، السورس اوف استروجين الموجود في المينوبوز ده استرون، ده مش استرادايول. صحيح هو ويكر طبعا الاسترادايول، بس ستيل الاستروجين احسن من مفيش. طب وبيجي منين؟ من الاديبوس تيشو بريفرنت كونفرجن للاندروستين دايون اللي طالع من الادرينال لاسترون، فبالتالي بيبقى عندها شويه استروجين برده موجودين. فعشان شويه الاستروجين اللي موجودين دول بي سموكينج ما يروحوش، فبالتالي ستوب سموكينج. خلاص. طب ده معناه انه امتى المينوبوزال تشينجز دول هتشوفوها اكتر؟ في واحده رفيعه قوي ولا في واحده بي ام اي بتاعها عادي؟ رفيعه فيها طبعا قوي، لان ما عندهاش الاديبوز اللي هيكون لي استرون، يعني دي ولا عندها استرادايول ولا كمان عندها استرون. انا مش بقول يبقى ليه بي ام اي بتاعها 40 مثلا، احنا بنتكلم اللي هو العادي من 20 ل 25. فعشان كده في مصر ما بتلاقوش قوي الكومبليكيشن اوف منوبوز دي، لانه احنا يعني البي ام اي بتاع من جنرال الستات المصريات يعني مش هيبقى عندهم استرون كتير، يعني هيبقى عندهم استرون موجود يعني. فعشان كده ما بتلاقيش قوي الكومبليكيشنز دي موجوده. فيبقى بريفنشن، انت بتقول لها تاخد احتياطاتها، لان اول ما دخلت في المينوبوز لازم تجي لك انيولي عشان تعملها انيول سكرين. انيول سكرين ده هعمل ايه؟ هديها ادفايسز ان هو ده ريشورنس وان ده فيزيولوجيكال تشينج عادي كده. اقول لها يبقى في دايتري موديفيكيشن كويس، وتقلل الفات طبعا والحاجات، لان العرضه ان هو يحصل لها هايبر كوليسترولميا او كده، فتقلل الفات كونتنت، تزود الميلك والميلك برودكتس والكلام ده. تقول لها تنجيج ان اكسرسايز، وبالذات الويت بيرنج اكسرسايز طبعا عشان البون فورميشن، تستوب سموكينج. يعني دي حاجات احنا بنقولها لها، لو ابتدى يبقى عندها شويه مانيفيستاشن ممكن تديها فايتو استروجين، فدي حاجات البريفنشن. طب افرض ان هي فعلا دخلت في اوستيوبروزس، لقيت ان هي لما عملت لها انت الدكسه ده لقيت لا دي عندها اوستيوبروزس، يبقى ساعتها نعمل ايه؟ لازم نديها تريتمنت. ايه التريتمنت؟ في حاجه اسمها باي فوسفونيت. باي فوسفونيت ده بيستيميليت الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، استيميليت الفورميشن بتاعه البون فورميشن كويس، فبنديها الباي فوسفونيت. ده بيبقى وانس ويكلي بندي باي فوسفونيت. ممكن اديها اتش ار تي، هرمون ريبليسمنت ثيرابي، استروجين. طبعا ممكن. عشان كده مهم قوي قوي نبقى عارفين هما مين الست اللي ما ينفعش اديها اتش ار تي، كونترا انديكيتد لمين كويس، وايه السايد افكتس. وانا بديها اتش ار تي ابقى بعمل لها سكريننج فور ايه؟ مين الستات اللي ما ينفعش كونترا انديكيشن ان انا اديهم اتش ار تي، هرمون ريبليسمنت ثيرابي كونتيننج استروجين؟ لو عندها بريست كانسر طبعا اديها ازاي؟ ده هيزود يعني ما ينفعش. لو عندها هيستوري اوف بريست كانسر في الفاميلي، يعني حد من العيله كان عنده، عشان كده قبل ما تبرسكرايب الاتش ار تي بتسالها في اي مشاكل عندك، حتى لو حاجات بناين ليجنز موجوده في البريست. لو حد من العيله، عيله والدتك عندهم كان اي مشاكل في البريست،
او في الاندوميتريوم كويس، عشان ما ينفعش ان هي تبريسكرايب كده. لو عندها كمان بليدنج ابنورمال يوتراين بليدنج احنا لسه مش عارفين سببه ايه، ما ينفعش ان انا ادي استروجين بروجستيرون وانا مش عارفه اساسا ليه هي عندها بوست منوبوز بليدنج او ابنورمال يوتراين بليدنج. لو جالها دي بي تي لانه الاستراديول الاستروجين اللي موجود في الاتش ار تي هو نفسه زي اللي موجود في الكومباين هورمون كونتراسبتيف فينس، وده بيزود الدي بي تي والكواجوليشن، بيعمل مور هيمو كونسنتريشن فبيزود الكواجوليشن. فلو هي اساسا عرضه انه يجيلها دي بي تي او جالها دي بي تي قبل كده فلازم بنستوب. حتى هتلاقوا لما بتروحوا الجراحه كويس، انتوا هتروحوا الجراحه سواء رابعه او خمسه، فهتلاقوا ان هو دكاتره الباسكولار بيداوم لنا قوي لما بنبريسكرايب الكونتراسبتيف فيلز، لان الكونتراسبتيف فيلز بتزود الهايبر كواجوليشن، بتعمل هايبر كواجولابيلتي، فبالتالي بيبقى عندهم ريسك ان هم يديفلوب دي بي تي. وانس اف شي ديفلوب دي بي تي ات اني تايم على طول بتبقى كونترا انديكيتد ان هي تاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي او تاخد كومباين هرمون كونتراسبتيف فيلز فور لايف. ما ينفعش ان انا اديلها حاجه فيها استروجين. فاحنا بناخد منها هيستوري، هل جالك مثلا دي بي تي قبل كده، هل عندك مشاكل في البريث. الليفر مهم قوي لان هما ميتابولايز في الليفر، كل الاتش ار تي او الكومباين اورال كونتراسبتيف بيلز دول بيبقوا ميتابولايز في الليفر، فما ينفعش يبقى عندها اكتيف ليفر ديزيز او عندها ليفر سيل فيلير او بتاخد ميديكيشن عشان الليفر وانا اديلها البيلز او الاتش ار تي، لان دول هيبقى توكسيك هيبقوا بالنسبه لها. فلازم تاخد منها بروبر هيستوري، بروبر هيستوري ان الحاجات دي ما تبقاش موجوده عندها. طب امال ايه؟ وطبعا لو هي دايابيتك مثلا ان كنترولد، لو هايبرتنسيف ان كنترولد ده بيزود الهايبرتنشن البلد بريشر وبيخلي الكنترول للدايابيتس برده افكتد، فلازم تاخد منها بروبر ميديكال هيستوري ان هو ما يكونش عندها حاجه من الحاجات دي، وتبقى عارفين ان هو بيزود الريسك اوف الحاجات دي. فعشان كده دي السايد افكتس والكونترا انديكيشن بتاعه الاتش ار. طب لو لقيت ان ما عندهاش حاجه من الكومبليكيشنز بتاعه الاتش ار تي دي وانت يور جوينج تو بريسكرايب اتش ار تي للبيشنت كويس، هتديهولها ازاي؟ يعني ديلي وتوقف سايكليكال كونتينوس انجكشن اورالي، هتديهولها ازاي؟ لو اديته كونتينوس كويس، لو اديناه كونتينوس هو الاتش ار تي او الهرمون ريبليسمنت ثيرابي كونتينينج استروجين هيعمل برده الايفكت بروليفريشن للاندوميتريوم زي ما خدنا بروليفريت في الاندوميتريوم بتاع السايكل كويس، يفضل البروليفريت بروليفريت طول ما انا عماله بديها استروجين. ما هو في استروجين بروجستيرون، صحيح البروجستيرون بيكمبيت الايفكت بتاع الاستروجين شويه لكن ستيل ماشي عندنا الاستروجين ام بروجستيرون. دكاتره قبل ما الناس تبتدي تمشي والنبي يا جماعه حامل فوت الناس اللي ماشيه ماشيه ماشيه، طب خلاص اللي مشوا مش لو سمحت يا دكاتره انا قلت في اول لما جيت كويس انه احنا عندنا بوسيبيليتي او مدرج، فمدرج الف هيبقى افيلبل. مدرج الف الوكيله الحمد يعني مشكوره وفرت لنا ان احنا ممكن ناخد فيه المحاضرات، بس الفكره ان مدرج الف سنه اولى عندهم محاضره الساعه 8، فبالتالي ولازم طبعا يتعقم بعد ما احنا نمشي وقبل ما سنه اولى تخش، فلازم اسيب المدرج الساعه 7:30 عشان هما يعقموا من 7:30 ل 8 الا ربع، وبعدين بعد كده احنا من 8 الا ربع يبتدي سنه اولى تخش عشان عندها محاضرات. فاحنا ممكن قدامنا تو فورس، الاولاني ممكن ننتقل لمدرج الف كويس، بس هتبقى المحاضره من 6:30 ل 7:30، 6:30 صباح الخير يا دكاتره، انا هاجي الساعه 6 اكتب البورد وابتدي شرح الساعه 6:30 ونمشي كلنا، وانا لازم همشي قبليكم الساعه 7:30 عشان كلنا نخلي المدرج يخش العمال على بعد ما نطلع على الساعه 8 الا ربع ولا حاجه، يعقموا المدرج وتبتدي المحاضره بعدينا الساعه 8. فالبورد الاولاني كله باكج على بعض، ولو انتقلنا لمدرج الف المحاضره هتبقى اوتوماتيكلي من 6:30 ل 7:30 في مدرج الف. البورد الثاني ان احنا هنفضل زي ما احنا بنفس الظروف اللي انتوا جربتوها وشفتوها من 7 ل 8. مين عايز ان احنا ننتقل لمدرج الف وتبقى المحاضره من 6:30 ل 7:30؟ مين عايز ان احنا نفضل في القاعه دي وتبقى المحاضره من 7 ل 8؟ هما دول برضو الاغلبيه. انا عملت البورد ده اول ما جيت لقيت ان الاكتر عايز ان القاعه دي من 7 ل 8، وعملته برضو دلوقتي لقيت الناس برضو عايزه نفس البورد، فكده خلاص احنا كده عدينا العيد. يعني انا حاولت الوكيله وفرت، انتوا اللي عايزين نفضل هنا خلاص يبقى هنفضل هنا. نكمل. انا مش عايزه اروح، انا عارفه ان في ناس فضلت كده وناس فضلت كده، بس احنا بنمشي تبع الاغلبيه لان احنا ديمقراطيين، فهنضطر ان احنا نفضل بهذه الظروف خلاص. يبقى كده بنتكلم على الاتش ار تي، قلنا ممكن دي كونتينوس بس هيحصل كونتينوس بروليفريشن لحد ات سيرتن تايم هيبتدي ان هو يحصل لها سبوتنج، يحصل لها بليدنج، لان كل البروليفريت في الاندوميتريوم ده بي اوفر بلو البلاد سبلاي بتاعه، فبالتالي ات سيرتن تايم لازم يحصل لها ويذدرول بليدنج، او لازم ان هو يبتدي يحصل لها بليدنج. طب هل التايم ده يعني ريجولر، او انا اقدر اقول لها انت كل كذا هيحصل لك بليدنج؟ لا مش ريجولر.
menopausal bleeding should be considered malignant and proved otherwise. فدي جملة شهيرة جدا، فلازم انا كده هتبقى سيريس والارمي بالنسبة لي. طب خلاص، في حل اخر ان انا اديه سايكليكال. يعني ايه سايكليكال؟ يعني زي ما بنيتي بالضبط الكومباين جروب كونتراسبتيف بيلز، اللي هو اديه لها 21 يوم واقول لها توقف، لما توقف هيحصل لها ويزرو البليدنج، تبتدي ثاني تاخده كويس من 5 يوم لنزول البيريد اللي حصلت او الدم اللي نزل لمده برده 21. فبالتالي دي هتجي لها بليدنج ازاي؟ كل شهر عادي ريجولرلي زي اي واحده بيجي لها بليدنج كل شهر. يعني هيبقى عندها مثلا 60 70 سنه وبيجي لها ريجولر منسس، ده برده ايريتيتد، ده برده ايريتيتنج. الواحده عندها 60 70 سنه مش متعوده، لانه هي اتس نوت فيزيولوجيكال ان يحصل لها منسس. بس هو ما قدمناش غير حاجه من دول، يا اما هندي الاتش ار تي سايكليكال فيجي لها سايكليكال بليدنج وتبقى عارفه ان السايكليكال بليدنج ده عشان المسترول اللي حصل، يا اما ان هو كونتينوس وكونتينوس ده هيحصل لها سبوتنج ات ا سيرتن تايم لما البروليفيريتيف اندوميتريم ي اوفر جرو البلاد سبلاي بتاعه. على فكره اي واحده عندها يوترس، وركزوا معايا في الكلمه دي عشان انتوا بتبقى بالنسبه لكم ايه ده، اي واحده عندها يوترس فانكشنينج يوترس اندوميتريم، يعني مش اشر مانسن رو فانكشنينج اندوميتريم، اديت لها هرمونز استروجين بروجستيرون، انت هتعمل لها جروينج للبروليفيريشن الاندوميتريم عشان هي في عندها بيز لير بتاخد هذا الاستروجين اللي انت اديته من بره تكبر الاندوميتريم، تكبره لحد امتى؟ يا اما يوفر جرو البلاد سبلاي بتاعه، يعني اللاير الفوقانيه تبقى نيكراتيك تبتدي تبقى شادد، يا اما انت تبطل هذا الاستروجين اللي انت بتديه لها من بره فيبتدي ان هو ما فيش الحاجه اللي بتفيد الهرمون اللي بتفيده وبيعمل بروليفيريشن فيبتدي برده يحصل شادد. يعني معنى كده بنت عندها سنتين اديت لها استروجين ووقفته هينزل لها بليدنج؟ اه. ست عندها 90 سنه اديت لها استروجين بعدين وقفته هيحصل لها بليدنج؟ برده اه. خلاص، بس عشان تبقى النقطه دي واضحه. خلاص، فده بالنسبه للاتش ار تي، وقلنا السايد افكتس بتاعتها ومين الستات اللي هو الكونترا انديكيشن انا قلت. بالنسبه برده للتريتمنت بتاع المينوبوز ده كده زي ما قلنا البايفوسفونيت، وده طبعا الفيرست تشويس لان هو ملوش سايد افكت. الاتش ار تي ده هيبقى سكند تشويس لان ليه سايد افكتس جامده. في حاجه اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور او سيرم، سيرم او سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، ده بياكت بس فعلا على الريسبتور بتاعت الاستروجين بتاعت البونز، بس للاسف لقينا ان هو بيزود الهوت فلاشز، فلو هي عندها اصلا هوت فلاشز او كده خلي بالك انك انت ما تديلهاش السيرم. ده بالنسبه للمينوبوز. احنا كده احنا خلصنا البيورتي يعني المينوبوز، هيحط لكم طبعا الورقه هتلاقوها اتحطت بتاعه البيبرتي يعني المينوبوز. الامتحان هيبقى افيلبل النهارده بعد الظهر، وهنحله ان شاء الله، اللينك برده هنحطه لكم، هنحله بكره مع بعض من الساعه 6 ل 8. الكي انسر هينزل بكره الصبح عشان تصححه لنفسك